اهلا بك عليا على مائده المديح النبوي الشريف. اهلا بك وسهلا عليا. طبعا انت من مشاهدين برنامجنا بكل، نعرف انك اصلا مداحه للرسول عليه الصلاه والسلام، ايش لي تقولي لها والمتسابقين؟ لا، نقول لهم اني اولا مبارك لهم رمضان هو الاول، يعيدوا علينا وعلى المسلمين بالخير والعافيه. ولا نقول لهم بان هذا البرنامج هو اشبه برنامج به اللي برنامج مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لي بعلن هذو اللي المترشحين الحصر هون على هذه الخشبة، بعلن كلهم وحده ناجح به اللي مادح للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ذاك ما فوقوه نجاح، ومتمنيه لهم هم التوفيق. شكرا عليا من جديد، تفضل. شكرا. هذه المدحة اللي هي نمدح بها حالا، مدحة قايلت أنا شخصيا. زارت السيد لأناني، زارت أكواني السيد لأناني، محمد صلى الله عليه، محمد صلى الله عليه، محمد صلى الله عليه، محمد صلى الله عليه. لا تعجلوا، محمد صلى الله عليه، محمد صلى الله عليه، محمد صلى الله عليه، محمد صلى الله عليه. محمد صلى الله عليه، محمد صلى الله عليه، محمد صلى الله عليه.
حياتك يا يا رسول الله تمجادك إليك حبيبي يا حبيبي إليك حبيبي محمد صلى الله مقد ساكت ولي يتكلم وقد نجوم وقد نجوم قد نجوم وقد نضوع على عبادي وقدي قد قد كانت كم كم وقد قد 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 كانت كم كم حصية حصية من الأقرادي يا رسول الله تمجادي إلك حبيبي يا يا حبيبي إلك حبيبي محمد يا ولي ولي.
يا ابن عبد المطلب. شكرا. شكرا لفنانتنا الكبيره عليا من تعمرت الشيت، كما نشكر الفنانه المتالقه فرحه.